عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دابا غنبدأ معكم الجزء الرابع ديال التريكو. دابا أنا وريتكم كيفاش طيحت الكتاف، أنا بقاو عندي غير خمسة العيون. أنا غنوريكم كيفاش غتخيطوهم، غتقلبوا التريكو وتخيطوهم بحالكو هاد الخمسة مع خمسة العيون. انتو شوفوا كيفاش هاد الخمسة مع خمسة العيون، انتو كتشدوا الراس مع الراس بنص بريدة، شدوا كل راس مع راس مع بنص بريدة، ديروش البريدة نص بريدة نص بريدة، دخلوا وطلعوا على الكروشيو وتخرجوا، دخلوا وطلعوا على الكروشيو وتخرجوا، دخلوا بنص بريدة ما ديروش بريدة. انتو بنص بريدة او دوك الخمسة العيون مع خمسة، كل العين مع عين. انسى الخياطة بالكروشي شوية واعر، مشي بحال البرا. شوية دخلوا بزز كت حيت مع الكروشي كتجي شوية قاصحة. انا كملت، انا غنوريكم كيفاش احنا سالينا. دابا غنقلبوا. هنا هو كيفاش تكون، عندي لكم كيفاش تكون الكم. دابا الكم كيفاش غنخدموا، غتبداو من هنا من تحت الدراع. غنبدا معاكم، جاكم عريض غطيحو من تحت الدراع باش يبقى العيب لتحت، جاكم هو هذا كتمو غادي الخدمه عاديه. دابا غنبداو، كتبداو غادي الخدمه ثاني عاديه كيما الاول. هانتو أو غادي الخدمة عادية وطورو، ولكن تحسبو شحال من عين باش يبقاو غادي عندكم قادين. اللي حسبتوه في هاد الكم تحسبوه في الكم الآخر، اللي طيحتوه في هاد الكتف اللي وريتكم طيحوه في الكتف الآخر. أو غادي بشوية بشوية. البلاصه اللي لقيتوها دخلوا فيها، العين اللي بانت لكم دخلوا فيها في الكمام. حيت هي ملي كتبداو الفصاله يعني كتعبروا على الانسان من الحزام كتخرج عندكم الفصاله هي هذيك. كتبقاو غاديين عاديين. انا نبقى معكم الدوره، نكمل معكم الدوره كلها. بقاو تدورو مع الكم كلو، هانتو بقاو دورو نتوما غاديين ودايرين. يعني ملي تبغيو تخدمو الكم الجهة الأخرى غادي تحسبو اللي خدمتوه في هادي العيون غتخدموه هنا باش ما يجيكمش الكم عريض ولا. ونتمنى تفهمو الشرح ديالي.